ብዙ ነገር ነበር የመጀመሪያው ቀን የተናገሩት ያንን ምን ያህል በተግባር እንደፈጸሙ በትክክል ፎቶውን በማየት ብቻ መረዳት ይቻላል። اليوم حضرنا الى الحفله هذه على اساس انه نشوف ما قام به رئيس وزراء الدكتور أبي أحمد خلال توليه سنة كاملة وما فعله وما فعل في بلاد الانتقال بين الدول والزيارات وتطوير البلاد وتطوير وخلق علاقات الخارجية. لقد زرنا اليوم صور اجتهاد رئيس وزراء لزيارة من ضمنها إلى دبي وإلى السعودية وإلى أوروبا وأفريقيا وخاصة كمان داخل البلاد لمعالجة المشاكل الداخلية. بكل صراحة أنا مواطن إثيوبي جدا مبسوط وفرحان بما قام به رئيس وزراء.